مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، ونتابع فقراتنا حيث عندما ينمو العقل ويتوقف نمو الأعضاء بسبب خلل هرموني يجعل الإنسان يبدو صغيرا في السن مهما تقدم به العمر. محمد فاروق رجل بملامح طفل توقف نموه عند سن 21. نتعرف على قصة محمد في هذا التقرير لنانسي فؤاد. لما أسوق السيارة الشرطة بتقعد تقول لي أنت ليش سارق سيارة أبوك؟ أنت كيف بتسوق السيارة؟ إحراجات كثيرة بواجه بحياتي. اسمي محمد، عمري 22 سنة، مواليد 1988. مصور بالاستديو وخارجي. أخواني الصغار، لأني أنا أكبر واحد في البيت، إنه أجسامهم أكبر مني صاروا، فإنه حسيت إنه في إشي غلط في الموضوع. فرحت على المستشفى فحصته، هاي قالوا لي عندك نقص نمو. كنت اخذ ابر وما نفعت معي وما حبيتها، خلاص حبيت شكلي هيك. اول اشي تضايقت انه كيف انه عمري كبير وشكلي صغير، بعدين خلص انه حكيت هيك ربنا بده، فانه ضليتني بالموضوع هذا وانبسطت كثير، حبيته اولا لاني كسبت محبه الناس كثير، ولانه تخيلت لما اذا شكلي كان كبير وهاي انه يمكن الناس ما تحبني. صعوبات انه لما اطلع مع اصحابي بقولوا من الصغير هذا اللي ماشي معاكم، او نروح مثلا السينما انه فيلم فوق ال 18 سنه انه بقولوا ممنوع تدخل لانه انت صغير، لازم اطلع الاي دي. اكون مثلا قاعد بمكان أنا كل كبار وهيك وأنا الوحيد شكلي صغير، فنظرات الناس إلي كيف بتطلع علي، وهاي بحسهم كأنهم بيقولوا لي ليش أنت قاعد بيناتهم ليش هاي. ما بحب إني أكون متضايق كتير أو أزعل أو أي شيء، بحب أضحك وأخلي الناس كلها تضحك معي. كثير في مواقف مضحكة، إنه لما مثلاً أعطي الليسن للشرطة إنه بقعد يضحك، إنه كيف أنت عمرك 22 سنة ومين أعطاك الليسن وهاي، بقول له من يعني أعطاني الليسن غير الشرطة والمرور. راح خطيبتي بتعجز وانا بضل زي ما انا، بتزوج غيرها كمان. اطلع اشوف الدنيا لانه الحياه كلها ما بتستاهل، واذا بدك تعيش بتعيش الك، بدك ما تعيش ما بتعيش الك، وعادي واجه الحياه بقلب قوي وخلي عندك قوه تحدي. حبيت شكلي. لنحكي أكثر عن هذه الحالة وأسباب حدوثها، التفاصيل متعرف عليها من الدكتورة أسماء علي الديب، استشارية سكري وغدة صماء أطفال. مرحبا فيك دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة. يعني شفتي حالة محمد فاروق اللي هو توقف نموه بسن ال 12 سنة وهو عمره هلا 22 سنة، يعني شو رأيك بهالحالة، كيف ممكن تشخصيها؟ أوكي رولا، موضوع هرمون النمو وخلل هرمون النمو موضوع جدا طويل ومعقد، فمش عارفة كيف حيسمح لنا وقت البرنامج إن أي جزء منه حنغطه، لكن عموما كنبدأ مختصرة جدا على موضوع هرمون النمو. هرمون النمو في إفرازه فيه عدة خطوات.
ابتداء من المخ مكان يدعى الهايبوثالاموس مرورا بالغدة النخامية أو الغدة الرئيسة ويفرز، وبعدين الهرمون لازم يمر على الكبد عشان يفعل أو يصدر منه الهرمون النشط، وأخيرا يؤدي مفعوله في العظام وفي لأن الموضوع متعلق بأكثر من خطوة وأكثر من مكان في جسم الإنسان، فأي خلل في أي جهة من هذه الجهات ربما تعطينا صورة كلينيكية مختلفة عن غيرها. والأخ محمد إحدى هذه الصور. يعني كيف ممكن الصور الأخرى ممكن تكون مختلفة في جميع أنواع الصور المتعلقة بخلل هرمون النمو؟ الشيء اللي بيجمع ما بين جميع الصور هو قصر القامة. في أنواع معينة تشوفي فيها أشكال معينة، يعني صغر الأنف والفم، أو في أنواع تانية تتميز أو تتصف بمثلا انتفاخ في البطن. في صور مختلفة، ولكن زي ما قلت لك الشيء اللي يجمع بين الشيء المشترك اللي هو قصر القامة. طيب دكتورة، هل من أسباب الخلل الهرموني اللي بحدث هو وراثي دائما أو هناك أسباب أخرى؟ أوكي، الخلل في إفراز هرمون النمو نقدر نقسمه نوعين. يا إما نوع خلقي أو نوع مكتسب. بالنسبة للنوع الخلقي برضو نقدر نقسموه إلى نوعين، اللي هو نوع وراثي وغير وراثي. الأكثر نوع من أنواع نقص أو خلل هرمون النمو هو النوع الخلقي الغير وراثي، ولكن يوجد تقريبا يعني نقدر نقول 30% من الخلل بهرمون النمو الخلقي تعتبر وراثية. وراثي. طب أكثر شيء شيوعا، يعني حالة محمد قال لك أنه أنا بلشت انتبه على حالي او اهله ينتبهوا على الموضوع لما اخواته اللي اصغر منه صاروا اكبر منه بالحجم وبكل شيء وهو بعده نفس حجمه، فهل هذه الحاله تكون وراثيه او كيف بتصنفيها؟ طبعا تشخيصها كونها وراثيه او غير وراثيه ما محتاجه الى اول شيء تسمعي وجود نفس المرض في العائله، تحتاجي الى فحوصات معينه، تحتاجي الى صور تخطيطيه معينه، ولكن بصفه عامه الموضوع الوراثي اول شيء ينبه الطبيب ان وجود اشخاص ثانيين في العائله بنفس المشكلة. بس حسب ما فهمت من محمد إنه هو ربما الوحيد في العائلة، فهذا إلى حد كبير يستبعد كونه مشكلته وراثية. كونها خلقية أو مكتسبة طبعا تتوقف على أشياء تانية. مثلا هل صارت لها حوادث في رأسه، هل كان عنده صحيح. نوع من نوع الأورام، عوامل خارجية. بالضبط، العوامل الخارجية اللي تخليك تقولي إن خلل الهرمون النمو مكتسب وليس خلقي.